صباح النور عليكم، كيف صبحتوا؟ لاباس؟ كنتمنى تكونوا بخير وهذا فيديو ينال الاعجاب تاعكم. المهم اليوم يوم جديد، غادي نمشيو نخرجوا، رحمك الله. المهم غادي نخرجوا غنخرجوا الوليدات وغادي نتغداو برا ان شاء الله. غادي نديكم بلاصه جديده الصراحه احنا ما عارفينهاش، غادي نمشيو مع ولد لوسي. المهم غادي نصور لكم وغادي تشوفوا المناظر وداكشي زوين ان شاء الله. هاد بلاصه جديده متحمسه باش نمشيو نشوفوها ان شاء الله، وغادي ندوزو نغير تمايا. كنتمنى هاد الفلوق ينال الاعجاب تاعكم. المهم بالنسبه للبنات اللي دخلوا القناه كنقول لكم مرحبا بكم، شكرا على الدعم تاعكم، مرحبا بكم. كاع اللي انضم للقناه كنقول ليه مرحبا بكم، وصافي هادشي هو اللي كاين. المهم بقاو معايا. المهم واخيرا وصلنا. المهم بقى شي حاجه قليله باش نوصلوا للفيلاج او للاكو دي ليدرو. المهم البنات ما قديتش نصور لكم وسط الفيلاج لحقاش كاينين بزاف تاع الناس، الصراحه بنادم بزاف والحركه كثيره، ما قديتش نصور. المهم كتخافي على حسابيت الرغبه تاع شي حد ما يبغيش يبان ولا شي حاجه. المهم حنايا راه درنا باللاكو كامل باش نقلبوا على بلاصه. حنايا كاينه واحد سبياجا ما لقينا فيها حتى بلاصه وجينا لهنايا. هنايا كاين واحد المتحف كتخلصي وكتدخلي، المهم دايرين فيه شي حاجه اثريه قديمه كتدخلي كتشوفيها، ودايرين هاد الديور هادو اللي قدام كيف ما تشوفوا الصراحه زوينين. ودابا جايبين الدوره باللاكو باش نلقاو بلاصه. الزحام بزاف بزاف، يعني بنادم كل شاد بلاصه ما لقينا
لقيناش البلاصه بصعوبه الصراحه، حنايا بغينا حدا لاكو باش نشويو وصافي. دابا غادي نرجعوا لواحد البلايصه شناها على تكون راقه، شوفوا المناظر كي دايره، الطبيعه الروعه، الماء الزرق، يعني كاين اختلاف كبير ما بين لاكو هذا ولاكو ديال ايدرو. المهم البنات راه كاين تشابه في السميات، كاين لاكو ديدرو راه كنت درت لكم فلوقات مشينا ليه وتغدينا فيه، وهذا سميتو لاكو دي ليدرو. ليدرو البنات هذا سميتو لاكو دي ليدرو. صافي لقينا بلايصه واخيرا. هنا واحد الصخره كبيره حطينا فيها الماء، تفرشنا جبنا داكشي تاع الماكله حطينا حتى هوايا، وصافي العصير وداكشي درناه في الماء، والبطيخ كيعوم البطيخ عام قبل منا باش يبرد، وصافي الوليدات راه مشاو كيعوموا الماء نقي. وصافي صافي هنايا غادي نشويو وغادي نحطو نتغداو، نخليو الدراري يعوموا على خاطرهم. المهم هما راه من قبيله وما يا مخشيين في الماء. الجبال يعني حاجه رائعه، والصراحه في الطبيعه احسن من الصوره، كتبقى الطبيعه كتبقى ديما احسن. المهم صافي سالينا وحنايا دابا راجعين البنات، وحنا راجعين فاش كنا طالعين ما بانش لينا هذا الشلال هذا، ولكن فاش كنا راجعين قالوا لينا الناس كيحطوا الطوموبيلات حتى في الباركي يجيو وكيمشيو يتصوروا. جينا لقينا هنايا كاين شلال، يعني هاد المنطقة عامرة مناظر، يعني اللي بغى يتمتع ويشوف الطبيعة ويشوف شي بلايص اللي زوينين الصراحة رائعة رائعة البلاصة. مهم باش ما نطولش عليكم، ما تنسونيش فعلوا الجرس، لايك، بارتاجيو، وباي باي عليكم في فيديو ماجي ان شاء الله. باي باي.